هو الي غراندي طوط. شنو هو المشكل عندك مع الي غراندي طوط؟ توتو ما عندي ما حتى شي مشكل اصاحبي. تحية ليوسف ريفان. تحية ليه والله يسهل عليه وشوف الله يسهل عليه. وخصو يفاق شي شوية. السلام عليكم. كاع متسالي. هو فاهم. الفاسترا. من قبل ما نعرف يوسف ريفان ولا كاع نكون انا كاع باغي ندير الراب كنت فان ديال الفاسترا وكنت فان ديال تويستا. اللي هو كان اسرع رابور في ذاك الوقت اللي انا كنت كابر فيها كان ذاك الوقت يقدر يدير 300 كلمه في دقيقه زاف اخويا انت عزيز عليا من زمان الله يكبر من دول جيت شويه تعاشرت مع القناوي اللي تا هو ساعدني بزاف وتحيه له الطفوله مقسمه على جوج فهمتيني قريت ابتدائي في المغرب من بعد الوالد تزوج امريكاني ومشينا لامريكان كملت ابتدائي في امريكان عاوتاني الراب خليه في الراب فهمتيني عندك شي حاجه مشكل مع شي واحد قصدو بينك وبينه وحلوا ذاك المشكل ما تخليهوش يوصل للناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالمشكل وديك الساعه تتصدق بزاقل في شي حاجه وتلقى راسك غادي للحبس بدون سبب. او سي ها هو الضيف اللي قلت لكم معايا دابا انتم ستشوفوه قول لهم اخويا مول المايك شي كلمه الله يسهل عليك. شوف مرحبا بك عمي يونس العز مرحبا بناس فاس في الرباط الله مرحبا بناس الرباط في فاس مرحبا اخويا والهضره بزاف قبل المغرب كتجيب الشحفه تلاقاو قول لهم قول لهم والله الفطور عمو يوزا خليكم مع الاجواء السلام عليكم السلام عليكم خوتي كي دايرين لاباس عليكم دابا خوتي راني خارج باش نشد الطاكسي وتصير انا خوتي عندي ما عقلت ولات دابا نشد الطاكسي ونكمل معاكم خليكم معايا خوتي كي دايرين مزيان يلا نزل دابا من الطاكسي انا غادي اخوتي للتران ان شاء الله دابا بعد عناء طويل المهم قطعت السكيه نطلع للتران ونكمل لكم البلان كي دار خليكم معايا كتب على في بالك عاد انا غير قاعد نسكتك وكانك اللي ادم لك انا غير كانك اللي غير غلك ديما تقافق فك فرش داك اللي باغي بالك شك بالك دف طولك يبان فيك فك فك صح فاش ما بغيتش نديرو لك شلخ القاساسي باساسي فيزيك ها طوخ نهار تشوف لي طاير جاب الرابر وابر تعردو ماك صوت فن العاقة تموت كان مخبوش هالو بروات في جوج با باي باخا جاي هاي بلا خايز باي 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 لا كنت باغي اللي باغي اللي اجي لك ما باغي والو هز بيف قالوا لك انت ماشي كي ديما داخل هيب هوب دا ماشي تلعب دابا اللي طوال وقع طرف غوطحو كاريير على بطل راك بطاطا هاريير بطاطا كتاطا وهضر وفا كيفاش بطل باقي حضينا غادي يطلق على الياس اشنو غادي تدخل احنا خوتي دابا انا وصلت دابا ان شاء الله غنزلو وتشوفو شكون هو ضيف الحلقة خليكم معايا رباني بالا ترجليت تبعت صحابي تجليت خاطينا خوتا بليت من دار لدار من بيت لبيت ايه من بيت لبيت انا ديك ستار لي ماشي حياتي غا في الليل شبعان قانا بالقليل ما دفق ما نعيش دليل ما دفق ما نعيش دليل بين دروب الحومة دقو فينا يباري كندير المشكل وبا مسكيني فاري الدقة ما جاتنيش معدو يا جاتني مجاري ايه جاتني مجاري البولي صار بدار بار مخارب ديال بالدولة غرسو فينا المخالب زربا مزروب بالزربة على روحي زارب على روحي زارب على مبيت انا ساكي مشي نجول على ميزيد سول عليا نجوم الشمس كتحرق وانا طافي اكره الدين ما خلافي عرفتي كي خلوني صحابي كي شي بوست بيرو بلا كلافي بزاف خايب هذا العالم مليان وقاحه والالم فين تضيع خويا شباب الادم فين الندم وما نفعهمش الندم الم 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 بزاف خايب هذا العالم مليان وقاحه والالم فين تضيع خويا شباب الادم فين الندم وما نفعهمش الندم خوسي ها هو الضيف اللي قلت لكم معايا دابا انتم ستشوفوه قول لهم اخويا مول المايك شي كلمه الله يسهل عليك شوف مرحبا بك عمي يونس العز مرحبا بناس فاس في الرباط الله مرحبا بناس الرباط في فاس مرحبا اخويا والهضره بزاف قبل المغرب كتجيب الشحفه تلاقاو قول لهم قول لهم والله الفطور عمو يوزا خليكم مع الاجواء السلام عليكم
بقى قلبت توني وخلع عبك لاكيطة كنطوطح قع علاش دوني تند في عام عاطية وكتمرق الادم ماني حنافس وانت غي اشاعة غادي تبقى لوني ياو ما كتقدرش ما تهدرش هنا الفلو كيختر انت شباخة وفسر انت شطاحة الشلح يا راس الطاطا البكم زرك كمارة وخضر للا سلطانة سطلت لا خطك خالتي الله يرحم الوالدين شكرا بزاف ليك كبر بك خالتي كيفاش هاد البلان اخويا ديال هاد الحوت احسن سرديل كاين في المغرب وكيفاش الطريقه اخويا قداش وقداش هذا ديك السبرديله قد الجليجه وفوق الفاخر البنه يا هادي صراحه هاد اول مره كنشوفها اخويا والله الحاد ومي غدو تدو تدو السلام عليكم خوتي العزاز كي دايرين لاباس عليكم الصحه لاباس كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ورمضان مبارك سعيد. الحلقه ديال اليوم اخوتي حلقه سبيسيال مع واحد الرابور ماشي من مدينتي من مدينه الرباط. انا طلعت لعندو وفطرت معاه ودوزنا واحد الاجواء زوينه وراك شي دابا تشوفوا في الانترو تكونوا شفتوه في الانترو ديال الفيديو. واش غادي نقول لكم صراحه الله واحد الرابو ودابا شي شويه غادي يكون معايا وراني معاه اصلا راني معاه في الدار ديالو اليوم فطرت معاه دابا نخلي لكم الاجواء. وصراحه الله اخوتي مول مايك عزيز عليا وصاحبي مشحال هادي وهاد النهار راني انفيتي عنده في مدينه الرباط وتحيه للناس ديال الرباط العاصمه وتحيه للناس ديال حي حسان فين كيسكن خويا مول مايك وتحيه للصامد غيلان والقناه الثانيه الدوزيب تحيه لخونا حسين اللي مور الكاميرا وابراهيم صاحبنا اللي فطر معنا والدراري كاملين واللي اول مره اخوتي كيتفرج في القناه ديال عمي يونس ما ينساش يا بطلنا لتحت درنا واحد سبسكرايب درنا واحد كومونتير درنا واحد لايك ديزلايك كلشي مقبول وخليكم معنا وحاولوا تفرجوا في الفيديو من الاول حتى للتالي. ودابا شويه غادي يكون معايا خويا مول المايك. السلام عليكم الخوت نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير والف تحيه لعمي يونس ومرحبا بك عند خوك مول مايك. العز ليا الشرف اخويا الصراحه والله الا ليا شرف كبير صراحه انني جيت لعندك وفطرت معاك والصراحه الله واخا نعين نعبر على داك الشيء اخوتي وحبابي والله العظيم واحد الفايب داك الشيء ما نقول لكم شكرا لك بزاف اخويا مول مايك والله العظيم من زمان الله يكبر بك. اول حاجه الجمهور بطاقه تعريفيه على شكون هو مول مايك. مرحبا يو اوري نو وير ات از وي نو وير ات از معكم مول مايك عبد القادر فارس ولد مدينه الرباط رابر اونغلي دارجه فاست راب راكم تما اخوتينا العز خويا عبد القادر نقدروا نرجعوا بك شي شويه للوراء وفوقاش خويا مول مايك بدا الراب هو الراب نقدر نقول وقتاش بديتو بروفيسيونيلمون ولكن وقتاش بديتو والله ما نقدر نقول لك علاش حيت انا كنت فان ديال الراب فهمتيني سنين ديال الراب من النص ديال التسعينات وانا كنت مزك للراب فهمتيني حتى واحد الوقيته لقيت راسي وليت تنكتب البارول ديال الرواب حد ديك الوقت ما كانتش الانترنت ولا تيليشارجي ولا كتا كان الراديو ولا كنتي كتفرج في التلفازه في بي اي تي فهمتيني ولا ام تي في وديك الساعه كان لا كان شي ديسك بلايز في الراديو كان ريكورديه في المسجله فهمتيني العاس هادشي في امريكا فهمتيني كانت الوالكمان سي دي بلاير وديك الشيء ناضي وقتاش غنولي فهمتيني نقول لك انا رابور في 2009 فين بان في التلفازه دوز في راديوات نسجل في استوديوات نتعرف مع فنانه فهمتيني وساعدني بزاف ديك البيريود صامد غيلان فهمتيني وتحيه له من هذا المنبر عاوتاني زيد شي شويه تعشت مع القناوي اللي ساعدني بزاف وتحيه ليه من هذا المنبر تحيه لخويا القناوي وكذا هو مول مايك راه البيبليك عارف اللي كاين باغا وحده ولكن اللي واخا البيبليك عارف حنا اليوم هذه حلقه سبيسيال معاك ما عمرني ما دوزها في القناه ديالي وعلى ذكر الميريكان واش خويا مول مايك تقدر تقربنا شويه للصغر ديالك الطفوله فين قريتي فين كبرتي فين انا عندي الطفوله مقسمه على جوج فهمتيني قريت ابتدائي في المغرب من بعد الوالد تزوج امريكاني ومشينا لامريكان كملت ابتدائي في امريكان عاوتاني بديت نقرا في كوليج في امريكان
شويه هبطت المغرب مع الوالد، جلسنا عاوتاني واحد العامين في المغرب، ما قريت ما كنت تمشي الليسيات، ديك الحماق اللي دوزو الدراري اللي كيقراو في الليسيات دوزتو انا بلا ما نقرا في الليسي. لا فهمتك فهمتك. شويه عاوتاني رجعت لامريكا كملت الليسي وخديت الباك. العاز كيقولو هاي سكول ديبلوما، خديت الباك وقريت واحد العامين في واحد الكوميونيتي كوليدج كوميونيكاسيون كدا توشيات من داكشي متواضع. بعد في 2009 قررت انا والوالد نرجعو رجعنا ريحنا مع جداتي الله يرحمها. الله يرحمها مسكينه في هاد العواشر. و فهمتيني تما جيت في واحد الفريق ديال 2009 اللي الدراري راه اللي عاشوا داك الاجواء في داك في 2009 راه غادي كونفيرميو. وكانت شاخده عزيزي هو الراب كان شاخد 2009 عاتيني و لاسين اوربان كانت شاخده يعني داك الساعه ديما لاسين ديما لي كومبيتيسيون ديما بنادم كان خدام فهمتيني. عجبني داك الهيت وكان اول واحد غادي يعطيني فرصه هو هشام الزرق. تحيه لي تحيه هشام الزرق في اذاعه ديال الراديو شانانتيغ. كنت اول مره غادي ندوز معاه بلاد سيدي بلا والو غير رابيت هو يقول لهم هذا يدوز معايا سمانه كامله انفيتي دونا سمانه وانا كندوز معاه يحس كل انا كنتلاقى بانفيتي جداد وكذا وهادي. من بعد من تما وانا مشيت معاه وشفت الور حتى 2014 حبس خدمت في لابيل مونسيال. من بعد عاوتاني حتى 2017 ما بقاتش فارس فوكس اللي بديت بها من 2009 ل 2014 ولات مول يعني بدلتي الاي كي اي ديالك في 2017 صافي تما عاوتاني جرينا جريه ما عرفتش شفنا الله. وكيفاش جاتك هاد السميه ديال مول مايك؟ اشحال واحد ما غاديش يتيق وانا سولت الناس شنو بغيت بغيت نبدل السميه شنو سول واحد قال مول مايك وعجبها وماشي مول مايك حتى باش عمرها تكتبها غلطه هذا هو المشكل. تلقى واحد كاتب ام او يو ال ال ام اي سي لا هي راه ساهله فاش تغير الحروف ام او ال ام اي سي مول مايك مول مايك فهمتيني كاين اللي كيقول لي مول ميك اه يا مراك تقول حاجه قول لي يا مول مايك كل واحد كيقول لي فهمتيني عادي. المهم نقدر نقول لك فارس بوكس داز في التلفازه وغنى فيستيفالات وتعرف بزاف على الفنانه وخدا واحد الاكسبيريونس وواحد الباكاج ودار واحد الشهره. ولكن ملي حبست في 2014 في 2015 جا داك الباطل سبونتان طاح من الفوق فهمتيني جا هكا جا هكا. انا كنت حابس يعني في 2015 ل 2017 والمغرب كامل شاف داك الفيديو ديال خونا بغا يتكلاش اصدق من كلاش. وتحيه لاكس براون من هذا المنبر تحيه لاي واحد اللي درت معاه الباطل اللي درتي معاه الباطل. في 2017 هو البلان هو من 2015 ل 2000 لدابا باقي شحال واحد ما عرفش بلي انا اللي في داك الفيديو حيت كانت بارطاجا في لي باج بزاف ما تيقولوش سميتي عادي ماشي مشكل داكشي. المهم الفيديو عجب الناس المهم. وحاجه واحده اخرى وغنقولوها عند مليون في البودكاست ديالو اللي هو حنا ديك الباطل ما كانش مفبرك حتى 1% هذاك الدري اول مره غتلاقاه هي داك النهار والباطل جا سبونتان سلام عليكم. هذه هذه علاش عجب الناس داكشي علاش عجب الناس حيت شي حاجه ملي كتكون خارجه من القلب كتوصل حتى قويه. كون كان شي حاجه مفبرك ما نكونش لابس بحال هكا كاع مثلا الناس يعرفوني في 2009 كي كنلبسو حنا في الراب. انا راه كنت خارج من الخدمه لابس مونسيال لابس واحد لابيس وضارب حسابها بحال خارج من العسكر بغا ندير الباطل وقع لي نديرو الباطل نديرو الباطل صافي قلت له يا لا مرحبا بداك اللبسه وكان ما فكرتش فيها هكاك. وكان في الفيديو كيتترجمات بانت الناس باللي شو خونا كدا طق طق هذيك الشيء علاش الفيديو مشى 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 فايرل لواحد الدرجه خياليه خياليه نطاق الراب نطاق ديال خونا شو كي لاباس وكدا وهادي ما بي ما فيهش الصفه ديال الرابور ولكن شو كيفاش ولا من بدا في الراب شتون شتون وانا ما كرهتش نجي نشوف الباطلز في المغرب ان شاء الله ان شاء الله. هذا هذا هو نداء هو تيقول لهم المايك فهمتيني ماشي الباطل تيبقى في نطاق الراب وانا كنحاول ديما نعاود نعطي واحد الميساج باللي الكلاشات راه في الراب كولتشر فهمتيني
برا الراب ودبر راسك اخي، هذا ماشي كلاشات هذوك. معاطيه اسمها معاطيه اسمها مدابزه، اما الكلاش الكلمه ديال الكلاش هي كلمه ديال الراب، رابر كلاش رابر. ولا ديك الحلابه كلاش يمو السناق نمشيو للحبس من بعد. فهمتيني انا انت حاول وصل هذا الميساج، حيت واحد هو دار ميساج هذوك جوج كيتعاودوا، ولكن هذا قال ومشى وكذا. لا هذوك روابا دومي ديال الراب داير بحال هكا، الكولتشر ديال الراب داير بحال هكا في العالم، دور على المنافسه ديال الراب كاينه في الكلاش بحال الكره. فهمتيني واش كتشوف انتيا مول المحلبه مدابز مع مول السناك بالون؟ لا ايوا تا هذاك الكلاش ديال الراب خليه في الراب. فهمتيني عندك شي حاجه مشكل مع شي واحد قصدو بينك وبينه، حلوا داك المشكل، ما تخليهش يوصل الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالمشكل، وديك الساعه تصدق بزاكر في شي حاجه وتلقى راسك غادي للحبس بدون سبب. السلام عليكم. واحد المساله نهضروا فيها شويه خويا عبد القادر، هي هاد الايامات ما بقاش من المايك يعني كما كان ديما كيحط لنا الطرافات وكيمزكنا، بحال اللي وقف، شنو هو السبب وشنو هو؟ شوف اخويا بعض المرات راه بنادم بنادم، فهمتيني بنادم بنادم، وملي تكون عندك واحد اونكاجي في شي تويشيات ابار الراب وخصك في ديك التويشيات تا هما تعطيهم وقت، ما يمكنش ديرهم بسيط. بحال ملي كنت حبست في 2014 ل 2017، شو الا غديرهم بجوج غتعرفتهم بجوج. دابا حاليا عاد 2024 عاد وصلت واحد التويشيات المورال ناضي، التويشيه اللي كان اللي اونكاجين فيهم ابار الراب تا هما راه بخير صافي ولفنا وكذا. بديت في واحد البودكاست، راه انت جيتي اليوم تلاح البودكاست اول حاجه. قولها لهم باش تكون شي حاجه حصريه في القناه ديال النيو مول مايك بودكاست. راه الحلقه الاولى تلاحت في الانستغرام كاع في كاع لي ريزو، هي عباره عن ميني بودكاست في دقيقه وعبره وموتيفيشن بيفور هيوميليشن، يعني شرح لهم اخويا، شرح موتيفاسيون قبل الشوه. فهمتيني راه الناس غايفهموا هذا البلان، موتيفاسيون قبل الشوا، هذا هو الكونسيبت. والحلقه الاولى كانت على العشره، وراه يلقاو في الانستغرام ديالي، دخلوا شوفوا البلان كي داير واش مكمل ولا لا. خوسي دخلوا تشيكيو البلان ديال مول المايك، راه بادي على بلانات جدادين. مول المايك قربنا شويه بالعلاقه ديالك مع القناوي، كيفاش البدايه ديالك معاه؟ شنو يعني العلاقه بينك وبينه؟ وشوف كيف القناوي انا وياه في الاول تعرفنا بسبب الراب، ولكن اول مره غادي نتلاقاو ولينا 20 وما بقاش كيجمعنا الراب. فهمتيني والعشرة على نهار زيد على نهار زيد على نهار زيد على نهار، صافي كتولي اخوه اخوت كتولي شي قناوي نقدر ما نشوفوش 3 شهور 4 شهور 5 شهور من النهار اللي كتلاقاو بحال اللي غير بارك تفارق. السلام عليكم. قناوي يكون طالع من سلا غادي نبحر ضروري كيدوز على عشيرو مول المايك. السلام عليكم. والقناوي راه خونا وراه خدام على الالبوم ديال سلام، على حجوج ديالك ليام وكيما جات. فهمتيني و فان ديال المزيكا ديال القناوي قبل ما نكون عشير القناوي. السلام عليكم. سبيسيال ديديكاس للقناوي. شوف هذه كلها خلاصه القول، فان ديال القناوي قبل ما نكون عشير، قبل ما نتلاقى معاه. هذه نوطه من نهار تلاقينا ولينا 10. نرجعوا شويه للرابط اخويا مول المايك. بعض الناس ماشي اشاعات ولكن هادشي كيقولوا يعني كاين خلاف على شكون هو الكينغ دو فاست موروكو. بغيت وجهه النظر ديال خويا مول المايك في هاد القضيه هذه، وما كنقصوش من يوسف فور فايف ولا من اي رابر ذكر ما عمر شي واحد. شوف باش تكون عارف اي واحد عنده 300 ابوني ما تقدرش تنقص منه. برافو عليك العز اللي فاست راب. من قبل ما نعرف يوسف 45 ولا كاع يكون انا كاع باغي ندير الراب، كنت فان ديال فاست راب، كنت فان ديال تويستا اللي هو كان اسرع رابور في ذاك الوقت اللي انا كنت كابر فيها. كان في ذاك الوقت يقدر يدير 300 كلمه في دقيقه. 300 كلمه في دقيقه؟ وكان في غينيس. فهمتيني وكنت فهمتيني في نفس الوقت متاثر بونتاكس ان هارموني، هادو كانوا كيديروا الفاست راب بالالحان. فهمتيني تقدر تقربني شويه من الروابا؟ انا صراحه بدون هذا ما عرفتهمش. دابا مثلا بونتاكس هارموني من كليفلاند اوهايو،
كانوا هما الكونكيرون ديال تويستا اللي هو ولد شيكاغو فهمتيني، ولكن اوهايو شيكاغو جات في الميد ويست يعني ستيل واحد. اللي كي يفرق ما بين بونتاكس نهارموني و تويستا هو بونتاكس نهارموني كيديروا الفاست راب وفيه غناء بالالح بحال تبدا يلحلك داك الفاست راب. تويستا لا تويستا كانت تويستا راه شي حاجه خيال العين، واللي كيعرف تويستا راه الخيال العين. راه مؤخرا راه واخا كبر مؤخرا تلاقى مع واحد خونا الكونسيبت ديالو كيتيري بالفراده موسيقى وجاب تويستا تيرابي بالفاست راب والاخر كيتيري بالاكا 47 وتويستا كيرابي بالزربه. سو تتمزك لهادو باستا راينز امينيم في ذاك الوقت ما كانش كيدير الفاست راب فهمتيني، ملي كنت فان ديال امينيم من 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 الالبوم ديال هاي ماي نيم از وات ماي نيم از هو هذاك هو البدايه ديال امينيم. وانا فان ديال امينيم علاش؟ حيت هو ارتيست ومزيكته كانت واعره. مي المزيكا اللي كنت تنمزك ليها ورا تنقول لك داتا بيس كبيره ديال 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 الدياسك اللي كاينين في يوتيوب دابا. لا حنا باش ما كانش الانترنت كنا كنتمزكو اكثر، كتمزك اللولا كويس، كتمزك التوباك، كتمزك الجارول، عاد خرج من بعد خرج 50 سنس ناري شويه دي جي كاليد شويه تيجي بروابا تي اي ريكورد شحال من رابر تا غتقارن ليا بلاد فيها شويه دروابا اللي دايرين لاباس وبزاف ديال ديال شويه دروابا اللي ما بحالهمش. هادو ما يجمعو حتى درب في ميريكان مشهور فيه روابا مشهورين يعني ما تنقارنش انا يعني فهمتيني. عندنا اختي واحد الكولتشر واحد توشيه با يعني باش نقول لك واحد القضيه، واش من مثلا مول مايك يعني عاش في امريكا تشبعتي بديك الثقافه الامريكيه؟ لا لا ما عندهاش شوف ما عندها حتى علاقه بانك عشتي في بلاد علاش انا كتكون انت احسن من شي واحد ولا واعر على شي واحد. لا حيت راه بنادم في ذاك البلاد وما يكونش عارف، ويكون بنادم في هاد البلاد هذيك ميريكاني اكثر من ميريكاني. عادي هذيك شي حاجه الدماغ ديال بنادم كي كيفونكسيوني مي كيبغي الحاجه راه ما تقدرش تخيل يعني. يعني بنادم راه يكون جاي من واحد البلاصه ما فيهاش الضوء كاع كاع الجبل فهمتك ومأثر مثلا بالروك ويلي بقى يدوي لك على الروك وكذا بحال تقول ويجيب واحد امريكان ما عندوش مع الروك ما يفهمش فهمتيني. يعني ماشي بس بالضروره تكون انا علاش الفاست راس تيكون كنت فان ديال الفاست راب وليت كندير الفاست راب ومي تنقول انا يا ملك الفاست راب بالتالي فهمتيني. راه شوف بالدليل قول لي اخويا حيت بغيت هذا الشيء يكون حصري في القناه عمي يونس هادشي عارفين راه بالدليل راه الناس كيشوفوا راه ما بقاش انا كتبرقم في شي فوق شي ديسك وتقول راسك انت كدير الفاست راب على ان واحد مي كيدير الفاست راب كتفهم كل كلمه كيقول ومي كيبغي يزيد ياكد ليك تيدير توشيات ديال امينيم راب جاد لاكي يو غودزيلا باستا راينز هذيك ديال لوك ات مي ناو كذا بلا لك مون انا بلا لك غير غير واي غير واي غير واي بلا نو ذات داون انا وون ايفر ستوب يو نو غير واي ان افري داي داي سي ذات اونلي وان ابات مي جست نو ذات يو ون ابات لاب مي انا نو ذات اي كان بي ا ليتل كاكي بس يو نو يو نيفر ستوب مي ايفر تايم كان نيجا غير غير انا غير سري انا غير بلو انا غير سري انا روتاي انا غير دري بيدون كذا ما در 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 مو لان ما رو ايفر تايم ان ايتين بارا بونغا بارا بينغا دو لا راتيت ميك كلير فهمتوني اخوتي. يعني انا غنحط لك هادشي اللي بنادم تيقول في العالم قالوا واو ماشي كنحطو باش انني نقل منهم ولا كذا باش تقول ورا خونا راه ما كيخربقش حتى راه الاخر ما كيحس. حنا عندنا باقي في البلاد يجي واحد مثلا من شي بلاد اخر ويكون مثلا مشهور وكذا وهادي وما يقول والو يعني بحال بغيتي تقول لي مطرب والحي لا لا بحال قلتي ولد البلاد الا دار شي حاجه ديال اللي كيديرها شي واحد في امريكان في امريكان ويديرها مزيانه لا حيت هو حاقرك حيت انت ولد البلاد. اما كون كنتي انت في امريكان مثلا في امريكان وكترابي بالدارجه ويلي 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 انت هو توباك وما كتقول والو هدا دا 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 كيما خلاها كيرو دار لي دي كاز خويا كيرو قال لك هدا دا 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 هدا دا 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 دوز حي وكي شوف يوس 45 كيبقى تا
هو راه عنده مع الفاس راب ومول مايك تيبقى حتى هو عنده مع الفاس راب. مول مايك تيقول هو ملك الفاس راب ويوس تيقول هو ملك الفاس راب. بيبليك كاين اللي تيقول لك انا ملك الفاس راب وكاين اللي تيقول لي لا انا يوس اللي فعل ملك الفاس راب. وجوج فايكنجز ديك الساعة تتخلق واحد الحدث زوين بالمزيكا فهمتيني ماشي بالمعركة. تحية ليوس فريف تحية ليه والله يسهل عليه وشوف الله يسهل عليه وخصو يفاق شي شوية. السلام عليكم. قاعد هو فاهم حيت الا فاق غادي يخدم فهمتيني فاق شي شوية الامور ديال كاشير. وتحية لك نظم تحية لك اخويا يوسف فرسي اخويا. سؤال بغيت نسولك على الالبوم اللي حطيتيه وليتي مسحتيه شنو هو السبب باش عرفوا الجمهور حيت بزاف الناس في الكومنتار قالوا لي سولوا هذا السؤال. لا انا ماشي حطيت الالبوم وعاود مسحته هو الالبوم في الاول كانت قلت لك بغيت ندير ديك التويشه ديال اللي حف لي بلاتفورم وحتى في لاشين يوتيوب. واحد الوقيته وانا نفكر من بعد ما لحقتو حتى في يوتيوب راه باقي ماسكي قلت واخليها في لي بلاتفورم وما نحرقش دوك الديسك ونبدا كل مره ناخذ ديسك من الالبوم ونصور ليه كليب. وهادشي هو اللي جاي ان شاء الله في المستقبل. هادي باش تكون عارفه لي فانز يعني الخوت اللي كيتمزكوا الخوت اللي كيتمزكوا الالبوم في لي بلاتفورم راه ضروري غادي نلوح كليبات من الالبوم. غنلوح عندي كليب ديال رساله مسجون فهمتيني هذا كاين في الالبوم. عندي ديسك ديال الانترو ديال يو اس اي بالدارجه حتى هو غيكون في الالبوم. وكاين واحد جوج ديسك اخرين حتى هما غادي يكونوا في الالبوم. هادشي ابار الجديد اللي جاي. وواحد القضيه بغيت نقولها لك كنشوفو مول مايك يعني ما كيلعبش اللي فيت بزاف مع مع مع, مع الروابط. تقدر تقول لنا شنو هو السبب؟ ما كاين حتى شي سبب. شوف هو حنا ما كنمشيوش عندهم هما ما كيجيوش عندنا. يعني باش نفسر لك هذه المقوله هي انا لا يجي عندي شي رابر مشهور ولا شي واحد فهمتيني عاد بادي وعنده ما يقول وكذا وهذا ويقول لي ديروا شي فيت ما نقولش لا. ولكن عاوتاني ما كنقلبش انا على يعني باش نقلب نضرب مع هذا ونضرب مع هذا فهمتيني حتى باش يبقى ديك شي حلو فهمتيني ضرب مع قناوي فهمتيني هذاك يعني لعب معاه في الحب ضرب مع صامد ضرب مع سميتو خويا ميدزو ضرب مع مورين كينغ. مورين كينغ تحية للناس العرايش. تحية للناس العرايش والناس الشامة مع خويا مانديلا. تحية ناس مكناس ضرب مع يوس 45 ناس فهمتيني ضرب مع سميتو وكاين فيتات اخرين ضربتهم فهمتيني بلات. انا انسان الى درت الفيلينغ انا ماشي نضربو فيت فهمتيني راه نضربو فيت وكليب والعالم. ولكن الحمد لله تنبغي نكونسونطري شي شويه على ديما سولو. سولو انت تخرج مزيكا سولو حتى داك الانسان اللي مابوني عندك وهذا ميساج تيس فوريفا العز فهمتيني ماشي مشكل تضرب لي فيت ولكن المشكل ملي تولي عندك بلاي ليست كلها دي فيت. ها هو فرنش مونتانا في امريكا باش كي يبغيو يهاجموه. وفرنش مونتانا راه من احسن روابط اللي كاينين في امريكا في الايرا اللي انا كنت ديك ديال الفان وكدا قبل ما انا نسمع شي ديسك ديالو قبل ما نسمع شي ديسك ديالو كنت كنسمع روابط تيقولوا فرنش مونتانا في ديسكهم كيبان معاهم في الكليبات. يعني بنادم كان جاي من شحال هادي وبصم بلاصتو في امريكا ومع ذلك تيقطوهم لي قادير حتى كدير فيتات بزاف باش تلونصا. مع العلم انا هو ملونصا ديالك اللي لونصاوه كانوا صولو وبلبلها في نيويورك. يعني هنا فين كنبغي نوصلو لبنادم هو انك خدم على لي صولو ديالك اخاي. خدم على لي صولو وخدم حتى على بالخصوص الا كان عندك واحد الفان بيس كبيره اللي داخل على ودك بصح فهمت الهضره ديالك يعني شبعهم وشغل دير فيتي خذ راحتك فهمتك. ملي كتولي الانترنت دايرين فيها لي فيت ديالك تما البيبليك ما بحال اللي قلتي كيبقى ما ليماج ديالك كتحرق ما كيبقاش فاهمك فوالا ليماج ديالك كتحرق. اما رقدت لوحديك لي فيت ما تخدم على الصولويات وكذا وهذه وانت يا بيس نعم. واحد الخطره كان وقعت واحد المشكل مع واحد الرابور وصراحه غادي نجبدوا الاسم ديالو هو الي غراندي توتو. شنو هو المشكل عندك مع الي غراندي توتو؟ توتو ما عندي ما حتى شي مشكله صاحبي بلاكس. كنت ندوس منابر اعلاميه كيسولوا عليه تنقول لهم الله يسهل عليه غادي في طريق مزيانه وكذا وهذه بلاكس. و
تلاقيته في البولفار وحضرت الشو ديالو واحد المره وكذا وهادي وبارطاجيتها في ستوري. بالعكس دري ختام على رسول الله يسهل عليه. ايوا كيعجبني في رشيد شوم انا ما عارفش علاش بديو تحيد صافي حتى انا جاوبته بكلاش وكذا وهادي وبقات تما وصافي ما عاودش. انا ما كان ديرش انسان كونفيكت فهمت كاع يعني لحد مع ذاك الكلاش صافي تكمل هادي واعر. عاود لي النوطه عجباتني اخويا من المايك. لا ما كديرش بلاد كونسيبت وعارفين عليا البيبليك. انا ما نشدش واحد مقا كلاشي في حياتي كامله فهمتيني. كدوز داك 3 ايام ولا سيمانه ديال الكلاش الله يعاون فهمتيني وتيكون داكشي داز زوين. هذا هو الراب هذا هو الكولتشر بحال الماتش تيكون فيه سيمانه. حنايا عندنا الماتش ديال الراب والوابا تيكون عندهم سيمانه. الجزائر شبكنا معاهم في سيمانه تبع البلاد تبع البلاد سالينا عرفنا شنو وقع فهمتيني شكون ربح شكون خسر شكون كذا شنو هادي وكلشي مستافد بخاطر الكولتشر ديال الدومين. مي ما حد مال باقي مخلطهم ما تيفرقش بين تيك توك و فهمتيني ما تفهم والو. واحد القضيه بغيت نسولك خويا مول المايك شنو هو الراي ديالك في الجينيراسيون الجديده دابا اللي طالعه في الراب بلا داعي لديك الاسماء. انا بغيت غير نعرف الراي ديال مول المايك في هذه الجينيراسيون الجديده. واعرين تبارك الله عليهم بالعكس حيت كون ما كانوش واعرين ما غاتكونش جينيراسيون جديده. بقاو غير حنايا ود القدام وكذا وهذا اللي باقي كاينين. مهما كاينه جينيراسيون جديده ترى واعرين وما كنصدموا على حتى شي واحد فهمتي. ما تنقولوش هذا ما كيديرش بالعكس باش تسيبورتي الموفمون خص ديما نشوف ليكزومبل بالمريكا فهمتيني. بالمريكا كتلقى رابور اخي الشريف ما نعاودلكش مبلبلها وكيمشي يقلب على داك الرابور اللي كان بلبلها حيت كان كيتمزك ليه كولتشر وكيجمعوا شي سبيد وكذا وكيبلبلوها كيلعبوا شي يعني. وحتى البيبليك حنا عندنا البيبليك تيدير بحال 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 انت بحال انت جوطابل ولا سالت مده الصلاحيه ديالك ماشي كيبقى انك درتي واحد الانجاز واحد المره ويبقى داك الانجاز يفتكروا مره مره بنادم. ما تهضرش علينا حنا رواقه حنا رواقه ما كنتسناو حتى شي حاجه مع شي واحد كتر على فنانه فهمتك فهمتك كنفهمك. ناس ضحكونا ناس الغربه ولا بلايص اخرين تيقدروا دوك تيقول لك الناس فواحد الوقت كانوا كي واحد الناس وكذا وهادي اجي نتفكروهم اجي نكرموهم اجي نبينوهم كذا وهادي اللي هذا انا فهمتيني هادشي اللي كنحاول نصح به حتى الناس المسؤولين. وهذا ميساج هذا ميساج يعني الفن قدر الفنان اللي ما بقاش حاليا ما عطى في واحد الوقت كرمه وعطيه المستحقات ديال حيت كنتي فنان غتاخد المستحقات كيف ما كاينين في هاد البلايص. ماشي كنشوفو بنادم باقي ما ولاش فنان هو اللي تيجي اخبار في راسك. العز بصراحه هذا جواب مقنع عليك خويا وتا ميساج للمسؤولين. وبالنسبه لخويا مول المايك واش عنده بطاقه ديال الفنان؟ بطاقه الفنان كاينه العز كاينه بطاقه ديال الفنان فهمتيني و الحمد لله. باش ناخذ بطاقه الفنان خدمات عليا 2009 ل 2014 اما كون مول المايك من 2017 حيت مول المايك ما داش في التلفازات بزاف وكذا وهادي واخا ماشي بحال 2000 اللي كيعرفوا فارس بوكس عارفين كنتي مبلبله في واحد لابوال كنتي مبلبله وقدرت انا اللي ندير البطاقه الفنيه ديالي. وهنا في كي هذه هي حاجه واحده اللي نقدر نقول باللي اي واحد يقدر يدير بطاقه الفنيه كفنان ما يمكنش يستحقها مثلا بغيتي ما يمكنش انت كتشكي وباغي البطاقه الفنيه ما عندك تاديك باغي البطاقه الفنيه يعني خدم عليها عليها واحد 3 سنين 4 سنين 5 سنين كاع ملي تكون خدام عارف راك انت خدام على واحد لوبجيكتيف ان شاء الله راه توصل. وعلاش مول المايك ما عمره ما طلع مثلا لشي مثلا الموازين؟ هذا سؤال سهل. حيت الموازين ما عمرهم ما عيطوا لينا صافي ونقدر نقول لك حتى انا عاوتاني ما عمري دفعت والو. لا ما عمري دفعت الموازين كنت شحال هادي دفعت الكومبيتيسيون شفتي اللعبة هادي 2009 دفعت الكومبيتيسيون ما عيطوليش ومن الخير وبقات هاك ما عندي ما تنديرش الكومبيتيسيون. ومثلا مول المايك من داك اللي دفعنا لجينيراسيون موازي ما قبلو ما عيطوش قلت لهم ما شفتش الكومبيتيسيون صافي جماعة سيو تواصل. واحد القضية مثلا مول المايك نقدر نشوفو شي مرة في التلفازة مثلا في شي فيلم ممثل في شي ايوا سمطاحة كاين اخي شوف اللي كيعرف عاوتاني مول المايك سمطاح ما شوف اللي جاب الله مرحبا فهمتيني اللي جاب الله مرحبا
يعني الله يجيب العز. وهذه هي الهضره هوليوود ماشي بوليوود. هولي هذيك شي الحقيقه ماشي بالعين ولا شي فيلم مع ولد الشرقي يكون ناضي. تحيه لولد الشرقي المهدي غادي خويا العزيز. حضر ولد الشرقي بدا طق 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 مي كل فيديو كيطلع فيه النيف تيقول انا هذا الفيديو خصو يكون احسن من هذا الفيلم احسن من هذا الفيلم. الله يسهل عليه. ديك اخويا ولد الشرقي من هذا المنبر عشير معك اخويا عندك شي اسئله صافي ليتو ليتو لا موسيقى ما شربنا قهوه من كيكا نجي فهمتيني كلشي كلشي. قبل ما نسالوا الحلقه غتكون واحد الحاجه اللي هي سبيسيال اصلا هو انك واحد فري ستايل خفيف ظريف وما كرهتش يكون فاست راك. نبداو لهم بعدا نقول لهم بلي الدنيا تجارب الوقت حيط عمرو يريب تحتي ماشي عيب نوض عاود من جديد فكر في اللي جاي وماشي في اللي فات الماضي مات وماتوا معاه أسوأ ذكريات قلب على راسك وشوف قاع المرايات قول أنا كيماها ونبقى ديماها صابر بينما وقت يجيو بسلامة المرضي عمرو يخيب بلا ما تزرب الخير يجيك. السلام عليكم. وبغيت شي حاجه فاست راب. فاست راب خويا انا فانز ديالك اخويا وبغيت نسمع شي حاجه. قولي في الكومودر كنت كنريبيتي ناري لا 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 والو كلشي سبونطاني كلشي هذه حلقه سبونطاني مع مول. فهمتي انا الا خرجت شي هذا حتى الفاست راب هذا الا خرجت شي هضره ماشي حتى لهي راه هو اللي عندي لا تيت لا شو عندي لا تيت. نتمنى نكونوا عارفين العز كي كيجيني حماقي وانا باقي ملاقي اللي غيباتي رابي عاطي واخا كاع مطاني حقي وراني باقي فيك مفكي ماشي سوقي فوتو دوري هبط دوقي سم الراب اللي بعروقي ماشي كيفك بيروك جيني بلي قلمي اللي غنجيك وغنبقى نيك فيك مربط الميكسيك فلوك جامو تكنيك غنجيك فاس يتهز الراس كتجيني تبيني وباغي تبطيني بابيني بابيني سلاحي مطيني كتريني وتبوزي بكيني بالروزي بعيد على ريالتي هذا راه كان تجي يشرب فولي من الدو صح يا كلاش كيبقى كلاش فهمتيني فهمتك لا هذا ماشي كوبلي زعما حيت قلت لك هذه يزرى كلاش كيبقى في الكلاش فهمتك فهمتك يزرى مول الحانوت فهمتيني دوز حيد شوف انا احسن حاجه عجبتيني قبيله قلتي لي انا ما كنديرش بهذا الكونسيبت لا لا باين صافي ثلاث ايام سيمانه نتشاف عادي شوف الله يسهل على الجميع فهمتيني ومرحبا بك وقت ما جيت يا خي يونس وتحيه للناس فاس وتحية للناس مكناس وتحية لكاع المغاربة ها شوف درب درب طنجة القويرة في هذا رمضان هذا نتمنى ونتمنى وندعيهم الله ما يبقاوش يكونوا مدرجات بزاف قبل المغرب هذا ميساج باش قولنا عليه شي نوطة باش عليها باش غادي نقول شي نصيحة للشباب اللي كيديروا البسالة في رمضان ما يبقاوش يدابزو صافي مابقاوش يدابزو اخو فهمتيني استغفر مولاك حيت تقدر جوج دقائق العصب تخرج لك بشي 4 سنين ولا 5 سنين ديال الندم. السلام عليكم خيونس شكرا بزاف بعدا بزاف جديتي طريق من فاس وجيتي عند خوك مول مايك تحياتي ليك ودابا نعاود لك المجيه لفاس ضروري غتشوفوا مول مايك فاس العز فيرسي وجوج كيف ما كنمشي ديما لفاس وديديكاس لخوتي اللي كنت كنتلاقاهم في كوان دارتيست بوجلود ديديكاس لخويا كروكومان ديديكاس لتيفلو العز وديديكاس ل 45 راكم تما خوتي وديديكاس لكاع المغاربه فين ما كانوا اونتي عنصريه وتحيه من عند خوكم مول مايك المغربي المغربي اللي داخل الوطن والجاليه وختم وريني وريني ديالي ولا القناو لا ديالك يو ار ورين اور ريس ودير القناو دير وين نو وين نو وين وريس